أشكر الأخ الأستاذ إبراهيم على كلمته وعلى ثنائه، وليس لي ما أقوله لقاء ذلك إلا الاقتداء بالخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي كان الخليفة الحق والأول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فكان إذا سمع شخصا يثني عليه خيرا، وأعتقد أن ذلك الثناء مهما كان صاحبه قد غلا فيه، فما دام أنه خليفة رسول الله فهو بحق. ومع ذلك كان يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. هذا يقوله الصديق الأكبر، فماذا نقول نحن من بعده؟ فأقول اقتداء به، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. الحق والحق أقول، لست بذاك الموصوف الذي سمعتموه آنفا من أخينا الفاضل إبراهيم، وإنما أنا طالب علم لا شيء آخر. وعلى كل طالب أن يكون عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. على هذا وتجاوبا مع هذا النص النبوي الكريم والنصوص الأخرى المتواردة والمتتابعة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نقوم بجهد من تبليغ الناس ما قد لا يعلمونه. ولكن هذا لا يعني أننا أصبحنا عند حسن ظن إخواننا بنا، ليس الأمر كذلك. الحقيقة التي أشعر بها من قرارة نفسي أنني حينما أسمع مثل هذا الكلام أتذكر المثل القديم المعروف عند العلماء، ألا وهو إن البغاث بأرضنا يستنشر، إن البغاث بأرضنا يستنشر. قد يخفى على بعض الناس المقصود من هذا الكلام أو من هذا المثل،
البغاة هو طير صغير لا قيمة له، فيصبح هذا الطير الصغير نسرا عند الناس لجهلهم بقوة النسر وضخامته. فصدق هذا المثل على كثير ممن يدعون بحق وبصواب أو بخطأ وباطل إلى الإسلام، لكن الله يعلم أنه خلت الأرض الإسلامية كلها إلا من أفراد قليلين جدا جدا ممن يصح أن يقال فيهم فلان عالم